دلوقتي ما فيش الا 89 بس اللي حاضرين. لسه بيرتاحوا من الخرسانة؟ ممكن يكون النور قطع في منطقة معينة، يعني زي طنطا مثلا أو كده. بشكركم جدا على سؤالكم عليا ودعواتكم. دي أول محاضرة بديها من المحاضرات اللي أنا المسؤول عنها، وربنا يسهل وأقدر أكمل معاكم للآخر. لسه الحالة الصحية يعني في التعافي، إن شاء الله يدخل المحاضرة دي، تعتبر بقى أول محاضرة في التصميم اللي هنبتدي نصمم على أساسها. يعني أنا نزلت لكم مثال ودينا فاندمنتالز لبعض العلاقات اللي هنحتاج لها زي السي فيجوال ابليفت. النهارده هنطبق بقى ان شاء الله على اول منشأ عندنا اللي هو الهدار، وهناخده على محاضرتين ان شاء الله، المحاضره دي ومحاضره جايه قبل الاسبوع الجاي ان شاء الله، عشان اعوض المحاضره اللي انا جبتها. النهارده هنعرف ايه هو المنشأ الهدار وايه وظايفه بسرعه كده، نراجع عليه تاني. كنا اتكلمنا عنه كدايفرجن هيد ورك، او اول دايفرجن هيد ورك عندنا اللي هو الهدار دايفرجن وير. الاجزاء بتاعته، التقسيمات بتاعته، ازاي نعمل ديزاين بطريقتين. وبعد كده هناخد بعض الامثله المحلوله كتطبيقاتها الماضيه. ان شاء الله تكون المحاضره لطيفة بالنسبة لكم. الهدارات من المنشآت اللي مش صعبة قوي في التصميم، عشان كده بنبتدي بيها كمدخل مع الطلبة يبتدوا يفهموا هو الهيد وركس تصميمها ايه. الاسم بتاعه بسيط بس بنعمل عليه كل الاتشيكات. لما بندخل على حاجات زي الأنطرة بيبقى فيها الكومبوننتس أصعب شوية، التصميم أكتر، بيكون الطالب بقى فاميليار، بقى متعود على الخطوات التصميم العادية فبيطبقها بس مع بعض صعوبة، ان في اجزاء اكتر من الهدار في الانطرة بنشتغل عليها. يعني اذا معانا محاضرتين هدارات وثلاث محاضرات قناطر، ونبقى عملنا كده جزء كبير في الكورس بالنسبة للديزاين الهيد وركس دايفرجن هيد وركس. معانا هو عبارة عن منشأ بيعترض المجرى المائي، بيعترض يعني المسار أنا اتعلمت بقى استعمل الليزر هون، بقالي مرتين مش عارف، الحمد لله اتعلمت. المسار ادي المجرى العادي بتاعي، ده النهر مثلا اللي موجود عندي او المجرى المائي عموما، ده العادي المنقط من قبل ما يبقى فيه منشا. بجيب المنشا الدايفرجن هيد ورك سواء هدار او قنطره، يعترض المجرى المائي، يعترض الماء في اليونيفورم ستيدي فلو اللي كان موجود فيه خط الميه، سطح الميه بيوازي خط القاع زي ما احنا بناخد في الابن هيدروليكس شانل، الابن شانل هيدروليكس. طب لما ده بيحصل بيعمل ايه؟ بيتكون عندي باك ووتر كيرف اهو، الميه بتبتدي سرعتها تبطأ وهي داخله لحد ما توصل للكريست او التوب بتاع الهضار، وتبتدي تتنقل للناحيه الثانيه، بتنزل بسرعه كبيره جدا نتيجه الجرافتي، وهي نازله بسرعه جدا بيحصل لها هيدروليك جام في المنطقة دي، فالدبس بينزل للعمق صغير جدا من سرعة اندفاع المية في الداون ستريم. ده الاب ستريم بتاعي اللي جاي منه المية، وده الداون ستريم اللي بتطلع منه المية. الأسهم دي بتعرفني الفلو داخل كده، يبقى ده الاب ستريم، المدخل بتاع الان فلو بتاعي أو المدخل المية. الاوت فلو الفلو بتاعي هو اللي بيطلع من في الداون ستريم وبيبتدي يتحرك بعد كده. المنطقه اللي بيحصل فيها التغيرات دي في الاب ستريم ولحد ما ارجع للفلو تاني، دي كلها التاثير بتاع المنشا بتاعي اللي هو الهدار او الريتريكتور. في الاب ستريم بيتكون عندي باك ووتر كيرف، نتيجه ان السرعه بتقل الدبس بيزيد. احنا عارفين طبعا في التوتال كاينيتيك انرجي للمعدل برنولي ال
الزد اللي هي البي اوفر جاما والبي سكوير على 2 جي مجموعهم ثابت، فلما يكون هنا ماشي بسرعه كبيره وتبتدي تقل يبقى ده هي القل النقص اللي هيحصل في الفيلوستي هيد، هيزيد على البوتنشال هيد، فهلاقي الدبس بيزيد بالشكل ده لحد ما يتكون جزء فوق الكريست او العطب بتاع الهضار وبعدين ينزل. طبعا التصرف واحد ما بيتغيرش، انما اللي بيتغير السرعه والمقطع المائي في الاب ستريم والداون ستريم. لما بيعدي على الداون ستريم زي ما قلت بينزل بسرعه كبيره جدا، فنتيجه السرعه الكبيره برضو وانا عندي كاينتيك انرجي واحده، فلاقي ان الفيلوستي هيد زادت على حساب الدبس، فالدبس هنا بيقل في الداون ستريم عكس ما كان بيزيد هنا، فهنا السرعه قليله الدبس بتاع الووتر زاد، هنا السرعه كبيره جدا فالفيلوستي هيد زادت فالبوتنشال هيد او الدبس بتاع الميه قل ومجموعهم الاثنين لحد هنا المجموع واحد. اول ما بتحصل الهيدروليك طبعا احنا عارفين انه لو الفلو اكبر على ان الدبس بتاعه يقل نتيجه زياده السرعه، هو من نفسه بيظبط نفسه وبيتخلص من الطاقه اللي اكتسبها بان هو يعمل هيدروليك جامب، يبقى في عندي كونجيجيت دبسز الواي واحد الصغير ده والواي اثنين الكبير لحد ما ارجع للمنسوب بتاعي. ففي الحاله لما بتحصل هيدروليك جامب عندي بيحصل شويه فقد للطاقه بنقول عليها انرجي لوس، دي اللي بنتخلص منها قبل ما ابتدي ادخل على الفلو العادي. لو انا سبت المنشأ بتاعي على التربه بتاعت البيد بالشكل ده في المنطقه دي هلاقي ان هيحصل هنا تآكل لان السرعه الكبيره دي هتعمل لي نهر في المنطقه دي. فدايما بعمل قاعده او فرشه او ابرن بالانجلش في المنطقه خلف السد طويله جدا بنسميها السكاور لينس. السكاور لينس ده هو الطول اللي الكود بيقول عليه علشان ما يحصلش عندي نحر في التربه، بحسبه بمعادله هنتعرض لها دلوقتي هنعرضها. لازم القاعده بتاعتي طولها ما يقلش عن السكاور لينس قبل ما اخلص الفرشه او الفاونديشن بتاعت الداون ستريم. بعد كده ببتدي الميه بتطلع عاديه فقدت معظم الطاقه بتاعتها وسرعتها العاليه وبقت بالسرعه العاديه ورجعت للنورمال ديبس اللي دخلت بيه هنا، نورمال ديبس هنا هتبتدي تطلع بيه نورمال ديبس وتكمل طريقها عادي. ولا يعني انا كده احتويت او عرضت المظاهر اللي هتحصل لو انا عندي منشأ دايفرجن وورك او هيد وورك بيعترض المجرى المائي، بيعمل لي تغيرات في الاب ستريم، بيعمل لي تغيرات في الداون ستريم. المطلوب مني ده كل ده انا دلوقتي بتكلم على سيرفيس ووتر، يعني ما اتكلمتش على سب سيرفيس ووتر. ده السيرفيس ووتر هيعمل ايه في المايه؟ الفلو بتاع النهر او المجرى اللي ماشي زي ما انا شرحت كده هيعمل تاثيرات في الاب ستريم وهيعمل تاثيرات في الداون ستريم. ولازم لما اجي اصمم ابقى التصميم بتاعي سيف انه يحتوي كل هذه التاثيرات من غير ما ياثر على سلامه المنشا ولا سلامه التربه والبنك والقطاع والبيد اب ستريم وداون ستريم. يعني لما اجي اعمل الديزاين بتاعي لازم يكون يحافظ على الاراضي الزراعيه يمين وشمال اللي هي الفلود بلين، ويحافظ على البنكس الجسور بتاعتي، يحافظ على البيد ما يحصلوش تبحير من النهر او يحصل له ترسيب في انا ممكن عندي نتيجه فقد السرعه هنا في المنطقه دي تبتدي الميه المحمله بالطمي تفقد الطمي بتاعها لان هي بتحمله نتيجه انها ماشيه بسرعه. لما هتبتدي تقل خالص في المنطقه دي السرعه ممكن الطمي يتكون هنا، فلاقي هنا عندي جزء اتكون عند الادمه اللي في الناحيه اللي في الاب ستريم، اتكون زي تبه كده من السيدمنتيشن اتجمعت هنا. هنا ممكن لو الداون ستريم الهيدروليك جنب عاليه جدا الاقي التربه هنا حصل فيها هول. طب هي انا عملت فرشه بس طول الفرشه مش موفي للسكاور لينس اللي هيحصل، الاقي اول ما الفرشه تخلص في هول من السكاور هول او فتحه نحر او تاكل حصلت بعد الفرشه مباشره. ولو استمرت كده يبقى القطاع بتاعي هيتغير والسرعه هتتغير وكل حاجه هتتغير. دي فكره عن
ايه الفرق لما باخد هيدورك على المجرى المائي ولما كنت باخد كوبري او باخد اللي هو الكروسنج وير؟ فرق كبير. وانا عامله لكم اكتيفيتي بسالكم ايه الفرق بين ده وده. الكروسنج استراكشر ما بتاثرش على التصرف ولا بتاثر على اي حاجه، هي بتمرر تصرف متقاطع مع التصرف او تصرف متقاطع مع طريق. انما هنا انا بحجز التصرف كله وبيتنقل للداون ستريم، يا اما من خلال الهدرات زي ما احنا شايفين كده من فوقها، او من خلال بوابات من اسفل بوابات زي ما هنشوف في القناه. ففي فرق شاسع في التاثير وفي حركه الميه كمان. الفانكشنز بتاعتنا احنا قلنا عليها في الاول كدايفرجن هيد ورك وهنرجع عليها تاني. اهم حاجه ان انا بتحكم في المنسوب، بتحكم في التصرف، بتحكم في التاثيرات البيئيه، بتاكد من اتزان الشانل بتاعتي او الشانل ريجيم ان هي نون سكورنج نون سيلتنج شانل. يعني الاستابلايزيشن هنا مرتبط ب الطمي، الطمي اللي موجود ما حصلوش نحر ولا تاكل ولا اتنقل من مكان من بنك البنك في قبل المنشأ وبعد المنشأ. المكونات بتاعت اي هدار، وده شكل هدار حديث من الخرسانه المسلحه. اول حاجه جسم الهدار نفسه اللي هو جزء الخرسانه ده. جسم الهدار يعني هنتكلم عن الحاجات الكومبوننت الاساسيه. عندي الجزء ده لوحده اسمه الابستريم ابرون، الجزء اللي هو يعني جسم الهدار اهو، الجزء ده جسم الهدار. ودي الكريست بتاعت الهدار اللي هو عتب الهدار اللي منه بنحدد الدبس والانش بتاعت الهدار اللي هيشتغل معايا كفتحه او كنوش عشان اطلع كميه تصرف اللي مش. ده جسم الهدار من هنا لهنا. اللي قبله الجزء الافقي ده مع منسوب البند في الابستريم بسميه الابستريم ابرون. الجزء اللي قلت لكم عليه اللي لازم يكون طويل كفايه علشان ياخد كل الهيدروليك جامب لحد ما تخلص خالص، واضح اهو ان هو لما وصلنا هنا كنا الهاتش اللي موجود هنا والهاتش اللي موجود هنا هو النورمال فلو قبل الهدار. الجزء المظلل فوق الهدار ده التاثيرات اللي حصلت في المجرى نتيجه وجود الهدار. قبل وبعد ده اللي هو النستيجي الفورم فلو اللي احنا عليه اللي خط الميه بيوازي خط البعض. في موقع الهدار نفسه بلاقي بقى لا ده في حاجه اسمها باكوتور كير، وفي هدار عليه له عتب، والعتب ده فوق ارتفاع هيمرر الميه بتصرف معين، وبعد كده شويه هيحصل هيدروليك جامب هيبقى لها دبس كونجكت دبس واي واحد وواي اثنين، وهيحصل لوس في الانرجي، وبعد كده ببتدي اطلع من الهدار النورمال تاني او النورمال. زي ما قلنا قبل كده الطول ده بيحدده السكاور لينس المرتبط بالهيدروليك جامب، لكن السمك ده سمك الهدار ده بيحدده الابليفت اللي بيأثر عندي. يعني انا عندي الميه ده منشأ سوليد مصمد، الميه هتتحرك من فوق سيرفيس وهتتحرك من تحت سب سيرفيس في المنطقه دي، وهي بتتحرك سب سيرفيس وهنشوف الرسومات شرحناها مرتين قبل كده. وهي بتتحرك بتعمل لي بيركوليشن حوالين القاع، وبتعمل لي كل نقطه على البيركوليشن بتعمل لي ابليفت لفوق. فالسمك بتاع كل جزء ده بيعتمد على الابليفت اللي متعرض له، لكن الطول ده بيعتمد على السكور. وانا اكدت في اخر المحاضره اللي فاتت ان الطول بيعتمد على السكور لكن السمك بيعتمد على الابليفت اللي احنا هنشوف تاثيره. لما يكون عندي البيركوليشن لينس اون سيف طبقا لنظريه بلاي والنظريات اللي بنتكلم عليها، بحتاج مساعدات اضافيه علشان اطول البريبريشن. ده بيكون عن طريق الشيت بايل، لانه البريبريشن بدل ما يمشي على طول كده هيجي كده ويطلع كده، فانا طولت ضعف طول الشيت بايل عشان ابقى البريبريشن لينس عندي سيف. طب ما كفاش ممكن اعمل واحد تاني، طب ما كفاش ممكن اعمل الادمه، الادمه اللي فوق دي ممكن اعملها لتحت واستغنى عن الشيت بايل، ممكن اعمل الشيت بايل كمان ثالث لو احتجت هنا. طب الادمه دي اللي فوق دي لازمتها ايه؟
انا عندي القدمه في الداون ستريم ممكن تبقى لتحت يعني زي كده، او مقلوبه لتحت يعني القدمه ده عدل ونزل مقلوب، وده اللي موجود معانا في الشيت ان شاء الله اللي هنحله. القدمه من تحت مش من فوق. لو القدمه من فوق بيبقى الهدف منها اني اقلل السرعه والانرجي ديسيبيشن اللي طالعه من الهيدروليك جامب. فوجود القدمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده مرتبط بالهيدروليك جامب والانرجي لوس، ان انا عايزاها قبل ما على البيد او التشانل العاديه اقلل الانرجي لوس والسرعه وتاثير الهيدروليك جامب اقصى ما يمكن. لو انا خليت القدمه بتاعتي لتحت كده بالشكل ده، فببقى الهدف منها ان انا ازود البركوليشن لينس لو ما فيش شيت باير، او اقلل الاكزيت جريدينت اللي طالع. طبعا انا لما بعمل بركوليشن، في ناس سالتني على الاكزيت جريدينت المره اللي فاتت اللي هو ميل الانحدار الهيدروليكي عند الاكزيت بوينت، اخر نقطه عندنا دي اللي هي في اخر نقطه في الابرون في الداون ستريم بنسميها اكزيت بوينت، نقطه خروج الميه من تحت من اسفل. خلاص الميه هتسيب المنشا وهتبتدي ايه تبقى موجوده بقى في الداون ستريم على الطرب عادي، فاخر نقطه هنا بنسميها الاكزيت بوينت. الاكزيت بوينت دي لو لازم تكون اقل من الكريتيكال اكزيت جريدينت، الهيدروليك جريدينت هنا اللي هو خط الميل الهيدروليكي لازم يكون اقل من الكريتيكال، لانه لو ما حصلش هلاقي الطرب دي حصل لها فوران، وبدل ما هي كانت في السكور بتعمل هول لا الاقيها بقت الرمل عمال او التربه عماله تتحرك من مكانها زي ما تكون التربه بتغلي، وده نتيجه الاكزيت جريدينت مش نتيجه السكور. فانا لو عندي مشكله في الاكزيت جريدينت بس الاب ليفت سيف والسكور سيف، بعمل ادمه الاسفل اطولها، ممكن اطولها قوي كده علشان اخلي الاكزيت جريدينت وهو خارج يتكعبل فيها في الادمه، يقوم يطلع على ما يوصل عند الاكزيت بوينت يبقى اقل من الكريتيكال جريدينت. الادمه دي بنسميها قطف. الجزء الاعلى جزء في الهضار بنسميه كريست. الجزء ده اسمه داون ستريم ابرون او الفرشه الخلفيه داون ستريم. ده داون ستريم قطف. احيانا، وانا قلت برضو على الجزء ده المره اللي فاتت، احيانا الاب ليفت بيبقى سيف لحد النقطه دي، لكن السكور بيبقى لسه انسيف، يعني ببقى محتاجه طول اكبر للسكور، اكبر من الطول اللي موفي للسكنس او السكنس المطلوب للاب ليفت. في الحاله دي بوقف الفرشه الخرسانه، بوقف الفلور وبكمل بفلتر او بدبش اعمال حمايه بروتكشن للتربه توفي الطول بتاعها الكلي السكور لينز بتاعي. فممكن السكور لينز اللي عندي يبقى جزئين، جزء من الخرسانه بيوفي الابليفت، وجزء بالاضافه لجزء تاني من الدبش او فلتر يوفي السكور لينز. طبعا ده اوبشن، ممكن لو انا عندي الاثنين موفيين كان بها، يعني كل دي الاوبشنز اللي ممكن اعمل حمايه في المدخل جزء صغير 5 متر تدبيش كده على الناس، تدبيش من بمونه او من غير مونه. انا ما عنديش مشاكل في النحر هنا، المشاكل كلها في الداون ستريم، كلها في الداون ستريم. عشان كده داون ستريم شغلنا في سواء في السيرفس ووتر او السبسيرفس ووتر بيبقى الكريتيكال عندي كله في الداون ستريم. ما اقدرش اطلع من الديزاين الا لما كله يبقى مستوفي وسيف ومطابق للمواصفات وكل حاجه. لما اجي اقسم الويرز بقسمها يعني لحاجات كتير جدا، ممكن حسب الماتيريال، ممكن اعملها من الطوب، من الاحجار، من الخرسانه، حسب الشيب بتاعه الوير كريست، مستطيله اللي هي النوتش حاده، حسب الكونتراكشن هيحصل تضييق، يعني انا هدخل على كل واحده من دي بسرعه اعرفها، حسب الهيدروليكس هل الهيدروليك اللي هتضر مغمور ولا حر، حسب الاستابيليتي هل بيعتمد على وزنه ولا بيعتمد على حاجات تانية، دي هنشوفها في كل صفحة كده سريعا. حسب الشيب كريست، انا ممكن عندي الشيب يبقى مستطيل بالشكل ده او ريكتانجلر،
حسب كل شكل للنوتش اللي احنا خدناها في فلويد ميكانكس في تانية مدني. الشكل دي بنسميها نوتش، فتحة الهدار. الفتحة دي هي اللي بتحدد التصرف اللي هيمر بالهدار بتحديد الارتفاع بتاع الهدار والمساحة بتاعة الفتحة، زي ما هو في الرسم الفلو جاي كده وشكل الهدار هو الجزء ده، والمية تبتدي تتحرك كده. اللي بيتحكم في المية هو ارتفاع دبس المية في الأزرق ده والمساحة المائية لفتحة الهدار. ودي الاجزاء اللي احنا هنتكلم عليها، ادي الويل كريست، الجزء ده اللي بيحدد الارتفاع الاتش اللي فوق الهدار اللي هي هنا تمثل الجزء الازرق ده. ده الفلو اب ستريم الهدار وده الفلو داون ستريم الهدار. احنا بنتكلم في شكل الهدار ده. شكل الهدار في العرض ده ممكن يبقى شارب كريست زي ده وممكن يبقى برود كريست عريض. في الشكل ده ممكن يكون ريكتانجلر نوتش او تريانجلر نوتش. ممكن يبقى هدار ذو عتب عريض او هدار ذو عتب حاد. ده اسمه شارب كريست وده اسمه برود كريست. طبعا الفرق بيفرق انه ده غالبا بيكون سبمرجد، يعني كله مغمور في المايه اب ستريم وداون ستريم بالشكل ده، ومعادلاته في الهيدروليك جامب او غيرها او امكانيه الحدوث الهيدروليك جامب مختلفه تماما في الهدار ذو العتب العريض عن الهدار ذو العتب الحاد. لكن ده لمعادلاته وده لمعادلاته ونشتغل على ده عادي. وده شكل حركه المايه في الهدار اللي هو ذو العتب العريض ده في المعمل، ده في الطبيعه، ده سكتش. ده النارو كريست اللي هي العرض الهدار ده، سمك الهدار اقل بكتير من دي اللي هي عرض قاع المجرى. وده غالبا بيكون السريان فيه حر وبتتولد هيدروليك جامب عشان شارب. وكنز يعني السمك بتاعه بسيط، فدايما الفلو بيبقى فري فلو، يعني هدار حر غير مغمور، ودايما بتتكون هيدروليك جامب في داون ستريم. ده الاوجي كريست وده مشهور او منتشر جدا في مفيد الصدور. احنا عارفين ان الصدور بتتصمم بطريقه معينه، هناخد انها بتتصمم على ارتفاع معين وتصرف معين وسعه تخزينيه خلفها محدده. لو الكلام ده زاد لاي اسباب انه ايراد النهر دي زياده، فلازم يبقى عندي مفيدات فتحات اضافيه. عن الفتحه دي ممكن تكون بوابه او هدار تتخلص من اي ميه زياده عن التصميم الموجود اوتوماتيك من غير ما حد يستعملها. مجرد ما توصل لمنسوب معين تروح الميه الزياده دي متخلص منها من خلال هدارات اسمها او جي ويرز، دي موجوده كمفيد، او بوابات بتتفتح اوتوماتيك اول ما المنسوب يعلى عشان التخلص. المفيد ده بياخد الميه بعيد عن مكان السد خالص، زي ما في التوشكا اللي عندنا كده لما زادت من انسيب المايه قريب مؤخرا اتفتحت البوابات. و ما في التوشكا بوابات مش هدرات، بس في سدود كتير بتتعمل بالاوجي هول كذا واحده 4 5 6 في مكان واحد او يمين وشمال المجرى، يمين وشمال السد عشان التخلص من المياه ده. فالشكل ده مرتبط بالسبيل ويز، وان شاء الله يعني في اخر الكورس هناخد ازاي الهيدروليكس اوف سبيل ويز وازاي نحسب التصرف بتاعها، لان في سدود كتير بتنهار نتيجه انه التصرف اللي موجود من خلال المفيضات بيبقى اقل من التصرف اللي جاي، فبتروح المفيض منهار وواخد السد معاه. فالجزء ده ان شاء الله هناخده في اخر الكورس اللي هي تصميم الهيدروليكي بس للهدرات السد المفيض. زي ما خدنا قبل كده انه لما حسب الفتحه بتاعتي حسب فتحة الهدار اللي هي النوتش بيبقى عندي معادلة، لها معادلة جنرال موجودة أنا اديتها في المحاضرات اللي قبل كده. لما بيجي نطبقها على قطاع معين مستطيل أو مثلث بيبقى لها معادلات مرتبطة بأبعاد المستطيل أو المثلث. أشهر جزء عندنا أو بنتعامل معاه هو الهدار المستطيل. معظم الوقت في التصميمات بناخد الهدارات المستطيل، بس ده في الدايفرجن المثلث ده دايما بناخده لما نكون عايزين نستخدمه في القياسات. يعني انا ممكن اعمل زي اللي شفناه
ده بعمله على مجرى مائي هدار عشان احسب بيه التصرف، مش عارفه التصرف ممكن اعمل هدار عشان اقيس. فالشكل المستطيل دايما بستعمله في الميجرمنت في القياسات بتاعه التصرفات، لكن المستطيل بنعمله كدايفرجن عشان الحجز، وممكن يبقى له فتحات يعني ما يبقاش كله فتحه واحده، ممكن يبقى اكتر فتحات مفصوله ببيرز. انا ممكن اعمل الهدار بعرض المجرى المائي، وممكن اعمل فيه كونتراكشن، اعمل فيه تضييق باقل من عرض المجرى المائي. انا كمصمم اللي بختار برضو حسب السرعات اللي انا عايزها والمساحه المائيه اللي انا عايزها. فانا عندي فيه كونتراكت كبير، ان عندي الكونتراكت ده بيبقى عرض كبير اقل من عرض المجرى المائي. المجرى المائي دي اللي هو الجزء اللي انا عامله عليه هدار، وممكن يبقى عرض كبير الكريست، طبعا نتكلم على عتب الوير او الكريست بتاعت الوير، ممكن تبقى هي نفسها. كل دي تقسيمات ممكن بنشتغل عليها. طبعا احنا في الكورس مش التاسك بتاعنا ان احنا نصمم كل الهدارات. انا عارفه ان كل هدار له معادلاته وله طبيعته، اذا كان فري فور فلو ولا سبمرجن، اذا كان ريكتانجولر ولا تريانجل، وتقدر اذا كان برود كريست كبير ولا شارب كريست كبير. مش هو ده القضيه بتاعت التصميم، هو في وير بيحجز الميه ايا كان مواصفاته هيعمل لي ايه في المجرى المائي. بشوف المعدات بتاعته وبطبقها. فاحنا في شغلنا ان شاء الله هناخد نوع واحد وعلى سبيل يعني زيه نطبق حسب النوع، وبرده النوع ده انت اللي بتختاره، يعني انت حسب المواصفات تشوف ايه المناسب انك تختاره. بس احنا مش هنطبق عليه كله، احنا هنطبق على واحد، واللي يطبق على واحد باستخدام المعدات بتاع كل وير هنقدر نعرف ده الفلو كونديشن. هنا سبمرجد وير لما كل العتب تحت الميه في الاب ستريم والداون ستريم. هنا فري فلو فري اوفر فول وير لما العتب هنا معرض الهواء الجوي فيه هيدروجين، يعني منسوب سطح المياه هنا اقل من الكريست. هنا منسوب سطح المياه هنا اعلى من الكريست، فده بنسميه فري اوفر فول وير، وهنا بنسميه سبمرجد وير. وير مجبور وير حر، سريان حر. الاتزان بتاع الهدرات بصفه عامه بيبقى عندي قوة قابلية كبيرة جدا موجودة بيقاومها جسم الجسم الوير بصورة رئيسية، كل الجسم بالفرشة بتاعته اب ستريم وداون ستريم. العادي انه لازم الوزن ده يبقى اكبر من قوة التعويض دي كتير جدا، الضعف على الاقل عشان نضمن انه مش هيحصل قلقلة للمنشأ. لو هو فعلا كده بنسميه جريد 2. لو الدبليو مش اكتر بكتير من الابليفت، ساعتها بندور على انواع تانية من الهدرات، وغالبا بتكون خرسانه مسلحه وبتشيل تنشن بحيث تقدر تقاوم اي ستريس او اي جزء ممكن يحصل لها، وده مش هيبقى كتير.